ثلاث مرات يجيني الاشعار ما نقدر نبث بدونك يا حبيبي. نزمت على الكيك كان انهم يرسلوا لك. كيف تبغاني ابث بدونك؟ ماني قادر. الله يسعدك يا بربل، كثر الله خيرك. صراحة اللي قاعد تسوينه شيء كثير مو اي واحد يسويه. ليش انك وسوح؟ انا ما احبك بس نفس الوقت احبك من افضل ستريمرز. انت عندك عقدة نفسية، عالجها قبل ان تتحكم فيك. والله يا بربل ثانك يو، الله خيرك. الو، دقيقة. هلا هلا، شو السالفة يا ابو؟ ايش؟ ايش التهايم ذي؟ قلت تهايم انت نايم؟ تكي قاعد اسمع نظر شات يا ولد، و100 دولار اني انا السبب ومدري وش؟ انت نحس معتز. دق ثواني. ايوه معتز، تفضل حبيبي. سحب عليك. السلام عليكم استاذ سعد. عليكم السلام، تفضل ابوي الله يسعدك. ايش رايك؟ غير سيرفر البث، لما نظل يعلق. هسه لطفها مرة ثانية، أريد أتك عليك. ليه؟ قلب عراقي على أردني. بدي أتك عليك لتفهم. مكش لي يا يلا يلا. يا أبو شويحل، واحد يعسبني واتس هادي يقول أول شيء كل عام أنت بخير، ثاني شيء كل خراب ليش تنع. يا حبيبي يا هادي، عشان كذا انا رسلتك ثلاث مرات لاني ما اقدر. طيب بتيجي تلعب معنا رعب؟ حبيبي بلعب جراند. طيب انا وفلاق بنلعب رعب. الله يوفقكم. الله وفلاق بيلعب جراند. لا بيلعب رعب، مي بيكمل علق حقت فروق. معلق 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 يبغى يلعب عليك يا عمي. معلق تعال معي رعب يا شيخ. والله شف زين، انا مع الشات. الشات انا بقول لكم وانت اختار. والله انت عارف الشات بيقول رعب. انت عارف دي انا مع الشات، بسوي تصويت. انا لو ما يضبط المايك ببقس ام المايك. يا شات سلام عليكم. تبون اليوم نلعب رعب؟ نلعب مع العيال اوكي، وبكره بث 24 ساعه نبدا فيها تدريبات السوات، او نلعب فيها جراند ونلعب فيها العاب ثانيه، او تبون نلعب جراند زين وبعدين بكره عاد ننوع. اختاروا انتوا الان بالتصويت اللي بيجي. اللعب مع الجماعه رحمه والدنيا زحمه. الدنيا ما عاد فيها رحمه. اه عشان قرات ماديسون. وجبت ام العيد. والله صملت راني. ايوه والله شفتك صراحه. انا الشيء المستغرب منه انك انت مره خواف. يا شباب كاتفين جراند تدريب السوات، اكيد بتفوز جراند تدريب السوات. يا من المود طبعا انا افوز باغبى مودريتر. يا شباب او ماي اكل كباب العالم يقول روح العب اللي تبيه. يا حبيبي ترى شاف العب ابليس. والله انت يا ليفل، انت ماشي على الهبه. التصويت ماشي على الهبه، انت ماشي على الهبه. ماني توك ماني تنو والله ماني او شيت ماني توك اوه مان الفلوس تسولف. If you don't respect money talk you won't have money door.
you know, as Osama Faiz Asiri said before in his box. هو قال لا تزعل سيجي وفلاق أبشر يا حربي ما زعلهم أبشر بساعتك أبشر. تعال لعب معنا رومر راح أزعل. طيب يا شات بنسوي تصويت تبون نلعب لوزي بعد شوي ولا تبون روح روح مع ريال ما في يا حبيبي لما عنده سامة ما أقدر ألعب مونيتو الحين يتغير الكلام أنا داريبك داريبك أنا داريبك خليك بس يا حبيبي مين بالله حبيبي عندي وبرضه سامة. رعب عنده سامة كلنا كنا نلعب رعب فيلم أيوة صح 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 خلنا ما في بث وما في حقائق سنت حلقة دعشت على غاربة دعشت على غاربة موني توك في الموني توك أيوه وفي التصويت دعست على غاربك ومع ذلك ما سمعت الكلام والحين هنا عادي وأدعسك أجين إن شاء الله بالموني توك أنا فايز أنا نحط ميوس الفلوس ونتفاهم أدري خلنا نحط الفلوس ونتفاهم إيش رأيك أدري خلنا نتقابل إيش يا خوي قابلني اليوم والله وقتك غلط اليوم رجعت النادي تمرنت صدر وتراي وكتاف والله بم منتفخ أنا ورب البيت والله يا ابوي شربت ميكس فول سوداني مع شوفان مع تمرتين وبروتين وعسل وحليب والله جو 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 جو. ورب البيت طاقة أقول لك طيب اللي فايز رعب إلى الآن يا شباب بحكم اني انا دخلت النادي وزي كذا رجعت النادي لا يا شباب لا لا يعني المشروبات الغازيه انا بقطع عنها صراحه بقطع عنها انتم بعد والله رجال حدك ثلاث ايام والله العظيم يا رجال ليش حدد الحين مغصوب تلعب لا والله انا بلعب اللي تبون انتم والله ما بتفرق معي لا رعب ولا ذا الله كله بستمتع فيه اي والله والله اني صادق اوكي في انقلاب من الوزي قرب للرعب اتوقع يصير انقلاب يا ولد والتصويت 100 100 على 100 شخص اوه 8 11 يا عمري هذه مصيبه والله ترى بشويه عندك تقارب عندك تقارب ترى والله والله عندك تقارب جي جي والله راح فيها والله هذه نكوه الستريم راح فيها والله جي جي والله جي جي ان عندك النص يبون كذا النص يبون كذا عيد التصويت حبيبي عاد انت عاد شوف بالمنطق انا والله عيال لحد والله ما تفرق معي لعبه بس بالمنطق if you want to make any sense here اوكي بكره 24 ساعه 6 ساعات تدريب جراند ليش نلعب اليوم جراند عيد ادق خشمك تخسي وتعقب ماني بعايد سرت ام هلا ورنا الباي بتنبت هي من اول يوم عمي صلي على النبي يا شيخ انا عندي لك مشروع سعد الحين ادخل رعب بعدها سيوف خلاص بكره جراند يلا على الرعب طيب انا سويت غلط بس راح اني ما اكلت وبثيت فانا الحين بطلب اكل برضو again same mistake والله same mistake طيب مبدئيا يعني ما حد دق علي يا صاحبي شات اعطوني اقتراحات مطعم مع الطلب مطعم مع اسم الطلب جرب حقي جرب حقي سعد جرب حقي لا 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 ما عجبني والله يا حلو حلو مرة مرة حلو واذا ما عجبني لك اللي تبي متأكد ترى قل لي كلمة وانا ادورها اهم شيء هل الوجبة صالحة للاكل لك اللي تبي وقت البث ايه كلاسيك ولا ميبل سبيشي سندوتش بيتر سندوتش ايش هذا ولا كلاسيك هو الصغير يا اخي اعطيك اسم الطلب طلب طلبت خلاص اطلب معاه صوص هو يا جماعه غير العنوان مريم تغير ان شاء الله خلاص يا اخوان نلعب رعبه نلعب رعبه شات
نطلع من البث بندوذة. انت ما تطلع حين نطرد سيجي الحين. المسيح الدجال له عينين ولا عين؟ طيب هو طويل ولا قصير؟ طيب شعره طويل ولا يعني شايف؟ ليش اخواني جاي عشان لعبة بندو؟ والله شات اي واحد جاي عشان لعبة معينة بندو. كوني يا اخي انا سنتين اشتغل على هذا الموضوع، تجي انت عشان نقلت منصة ثانية تهدم لي اياه بيومين باند؟ هيضعون جماهيري يرحم والديكم، قاعد تجمعهم الف واحد حافظ اسمي واسم اسمه اسجلهم بدفتر. هذا فلان يجي بثي عشان اي لعبة كذا قاعد اسجلهم، ترى بدهم يختفون. يا تجي عشان اي لعبة ولا لا تجي. والله كنت احافظهم ما ادري وين راحوا. الله دركم. كنت بث 6 الصباح كود. يحب دليلكم يا ربي. يبكي من جدة. ايوه لا 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 شيك. يلا حملوا شغلوا لعبتنا، شغلوا لعبتنا. وش لعبتنا؟ ايش لعبتنا؟ لعبتنا وش لعبتنا؟ وش لعبتنا؟ وش لعبتنا تتوقعون؟ احنا حملنا لعبة ختمنا، وش هي اللعبة؟ لا يا حبيبي تعال معنا لعبة الهوسبيتال. طيب هذا ديسكونكت اياها، ما ابغى العب رعب، بلعب فايف سر ام امها يا شيخ. انت لعبة اقسم بالله لعبة مريضة، لعبة زفت، وتجيب الكآبة وتسد النفس. يبغى نلعبها برضو يا اخي. شكرا يا ساهر على السبسكرايب، شكرا يا قلبي. والله العاب ذي ما العبها. اي والله ما العبها ذي العاب. ارفع ضغطنا يا اخي فيها اقسم بالله. شوف الفروقات واعرف وين الفرق. طيب يا اخي ما ابغى اعرف وين الفرق. نعم خلاص تعال. نعم تعال خلاص رحنا نلعب. مطعمك جاهز؟ انزل تحت لا اقفل وخلي يسحب عليك. جاهز تحت مطعمي. الو السلام عليكم محمد، جاهز؟ ممتاز انا اجي برا الحين. جاء مطعم كفلاي. يلا يا عيال ايش جوانت يا افلاق. يلا يا اخوي قدرنا في الطابق 600، بقينا 200. لا معليش بقينا انا ببحث 400. بس ستيم بس عشان انا اعرف ايش هو هذا المرض. ايش المشكله في اللعبه؟ من بالله انها لعبه مريضه. كيف لعبه مريضه؟ هو مريضه فعلا بس بتخوف يا اخي. تدري ما ابغى اخاف، ابغى العب باني كورو. طيب روبلوكس انت شفت بثي امس في روبلوكس؟ بالله ايش رايك في الماب؟ والله في مابات اوما غا يعني ديفرنت. انا اشوف يقفد التراي والله ما بات رعب رعب. شفتني امس كيف اصيح وانا عراب الرعب. وشي ورا بسين يا اسي بات ان انذر ستريم هذا ستريم اي بي تومورو وين 24 اور ستريم جيت بيت بث بكره 24 ساعه يا بدون ما تنام يا ايش راح تلعب؟ ايفريثينج لايك روبلوكس. طيب مفروض تلعب لعبة سولو، هذه اصول. اذا ما مو بس 24 ساعة لازم تلعب لعبة رعب. اوكي لحالك ماديسون. لا ما تبلع ماديسون. واي نوت؟ هل تستطيع الحلفة بالله انك ما شفت شيء منها؟ لعبتها انا ذيك مرة تذكر؟ انت لعبتها 5 دقائق حتى ما عديت ال 2%. من بعدها ما شفت شيء الا بث فلاق امس. خلاص ما يدفع. خلاص انا انذر جيم فور يو. ما شفت الا بعطيك مستوى اقل.
بعطيك مستوى اقل. ايوه بكره ان شاء الله. اوكي عندنا عند تدري وش اللعبه اللي في بالي الان؟ ها جراند رعب لعبه السيوف ودي كام جانج بيست جانج بيست او هيل نامي تريد ذا الشيء It's a fucking old game, you know what I'm saying? بروكلب لا قود اللي طاح تلفزيونه وانكسر. طيب يلا نخش على لعبة الرعب مصارعة يا عيال. الحين يجينا فلاك مع الرواتب مع الرواتب وفلاك فلاك الو هلا حملت مصارعة اي مصارعه 23 ديك مره انت قلت تحمل دبليو دبليو الظاهر اني حملت انا ما ادري ايش حملت لا والله ما حملت انا الا انا انت ما حملت انت اشتريها بس محاكيش انا شريت 22 ليش شريت 22 انا شريها من 2023 فبراير انت شاري اي وحده انا عندي 23 22 خربانه 23 23 زينه ليش اشتري 23 بينما يمديني اشتري 24 نفس السعر؟ لان انا عندي 23 سفراتها زفت لا حلوه يعني تبون نلعب دبليو دبليو اي بالهذا تبون نلعب دبليو دبليو اي في البث والله شباب واحد تسوي هوست بيطلع شيء فاخر هوست ايش؟ بريكور باكل ايش؟ ابي اكل بعص يعني صح؟ وش ما اكل؟ يعني بث 24 ساعة اقول لك دبليو دبليو اي تقولي لا، ايش تبغى البث 24 ساعة؟ ايش تبغى فيه؟ ايش تبغى فيه؟ ايش تبغى تبغى كله جراند؟ تبغى كله جراند؟ بث 24 تبغى كله جراند؟ مجنون انت؟ في عقلك؟ ايش هذا ايش البشر هذا سجل دبل دبلين من الجدول ثلاث بس 24 بدك تضل كل الاطراف تلعب جراند تلعب رعب تلعب العاب منوعه تلعب كل شيء يلا يا عيال خشينا يلا سو هوست يا ابو سويح اخر مره من سو هوست انت صح سعد ايه اتوقع ايه اجل عندك تختيمه اي واحد منكم خلص ال تختيم ما بالاول طيب سوي يا حلو هلا يا قلبي فاشل اللي ما خلصها لا يسولف ابو ظافر ليش ما ندق على ابو ظافر دقيت عليه ابشرك ايش قال بس دق عليه من طرفك لانه هو يدري اذا دقيت عليه انا بقول له رعب فدق عليه انت من طرفك لا دائما ما رد عشان رعب ما بدق عليه هو مو لا 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 ايوه انا ما في لا لا ما في ايوه انا مو بغصب افلاك افلاك يا حبيبي معليش ايش القرف هذا لك وات ذا هيل يا عمي دقيقه في واحد ان شاء الله انه موجود اوبا العوده سمعت القرف يا شباب لايك او ماي جاد بدق على واحد شاب ايكونيك ان شاء الله يرد مفروض انه يرد يعني يود قاعد اسمع قلبك يا شيخ قاعد اسمع قلبك يدق يا غالي يلا بدينا والله معتوه الآن دقيقة ايش قاعد بصوتي هنا بعد هنا اوكي
او ماي جاد ليه مسيء دايو ها يا ولد اسمع صوتي وات ذا فك ممكن من الفلاج يا عمي في هذا متشبه فيستي ولا ايش اه غالي حط الماب حط الماب كيف حط الماب وخش كيف اصبر دقيقه اضغط على علامة الظاهرة الدجاجة لا مو الدجاجة يا الله ما مفتوح سألتك بالله اي والله ليش؟ انا داري كيف اضغط عليها شو اقول لك؟ ليفل 3 انا مشتريها انا مشتريها انا مشتريها صدق تشتريها طيب فلوس اللعبة فلوس اللعبة اوكي شوف طيب فكيتها والله لا تضمها يلا ليتس جو مسرفة ايوه هذا الشغل بقى اخذ سندويشه سندويشه بقى اخذ سندويشه اركز اركز شوي يلا 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 بريك ركس ها بريك ركس يلا امشي 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 ايه باكل اذا ما جاي اسحب عليه شنو تسحب عليه؟ يلا انا رجعت ام الاغراض يلا شو تسوي؟ لن يعتذر لن يعتذر لن يعتذر انا اعلمك يعني تسمع صوت الصدى تسمع دنتر دنتر و كتفه كتفه ابو سواحل وعرض لي على ورا كتفه 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 عرض علي انا اعلمك طيب يلا نبدا يا شباب حط ميت في اللعبه وانت سد حلقك لا تطلع صوت نام الحين لا هو فعلا راح ننام اذا ما سديت حلقي وبكره خير يا خرا لا ترمي كلام جارح الله العالم وش بيصير ممكن بكرة نتصالح نتصالح أنا ملحين بكرة خير ورب بيت وتر أهينك وأدعس عليك نفضه والله نفضني نفضه خلاص ابوي في احد هنا ولا ما في ولا وحش ولا ايش بالماء والله الماء بيخوف يا تتر عم انا احس بشفت شيء امشي امشي ما في شيء يا عيال هناك خوف وين الله يخوف كان هناك يخوف طيب الحين اسمه الله يخوف يقول لك في تريكتين للهروب اما الهليكوبتر ولا المصعد هو قاعد يهد الجدار وليش وربي يا عيالي هز ام الارض هذا بدعس انا دعس شكله يخوف مره انا خوف اذا في احد يخوف هو انت انا خوفي انه يسمع ويناظر لا يرحم هذا مصيبه هذا مصيبة لا تكفى لا يمين يمين انت الباب يمين هذا مختبر مختبر خلنا نخش ايوه ايش ذا ايش ذا ايش ذا كأنه جاي
تعب. لا جاي تكلم، ما ادري وينك. تكلم تكلم يا سيجي، بدورك. جي وينك وينك يا عين متكت؟ يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال 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 سعد سعد وينكم وينكم؟ ما هي ما هي اغراض واجد، ما هي مفتاحين، اليفيتر كي، ميكروبار. هات المتكت كله. هذا الميت ميت موتة قشرة، هذا طايحين عليه. أبدع على رأسه، أبدع على بطنه.
ما عنده هيلي. ليش خلصوا الماب على طول؟ شباب هين ذا الماب والله كبير مرة. شباب شباب طيب مصحة شو وضعه؟ شباب آه قاعد تسوون فوق we need repair tool to fix the helicopter alright we need some fuel to fill the helicopter we need some cutter to cut the wires inside the helicopter and we need a key four things GG we can't easy this is so fucking hard fuel repair kit yes and this and the key the key the key let's go where is flag كان فوق كان فوق ولا شيء برضو في طريقة ثانية في مصعد آه هذا المصعد شوفه هذا المصعد هذا 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 طريقة ثانية للهروب شوف هذا توقع هذا أسهل شوف نحتاج هذا الرنش بس مع مطعم إيجاه أبو جلمبو مطعم إيجاه مطعم إيجاه أقول لك دقيقة بس من هنا زبنة السلام والرحمة ام اي ويلكم تعال زبن عندي لأن أجيب الأكل وجي من داخله أجيب الأكل وجي شات ها كرش هام أكيد ألو قل لي ذا كل أمه مكانه والله فيها سلام تفضل حبيبي يلا نجي برا ما كفل باب الحمار سلام تفضل حبيبي فلاك هنا عينك ليش دور وراي ادخل ادخل في زبنات ادخل والله ما حد وراك يا كلب اوه تفك لا تسوق امها تسوق امها الهبل والله كم وراي والله الزبده اسمع اسمع شكلها مسحبه لا ام الهلي الهلي صعب اسمع او ماي جاد او ماي جاد هاي هذا كروبار خذ خذ وحده خذ وحده اسمع اسمع خلينا نصلح المصعد افضل نحتاج ابو دلمبو ودريل بس هذا اللي كان موجود معي فيوز ترى لقيت فيوز قبل شوي بس ابو دلمبو وين اللي قالك ابو دلمبو طب اسمع قو باك يعني الواحد ما يقدر يشرب؟ انا جوالي معليش جوالي معليش يا خوي انا هنا جوالي ايوه تقلع كل مره غشلك يا وري تجوالي عندي متكت عندي متكت الو هاي ولد ها
اهينك 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 جوال طف الجوال طف الجوال طف الجوال طف الجوال ما قام فسخ انا سعد جاي عندنا هنا بحس جاي يا حق خسي والله العظيم جوال مشينا مشينا شوف شلع شلع امه شلع ايش يا ابني وبعدين ربي معليش شلع ام الباب شلع ام الباب يلا مشينا 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 طب طب اهينك اهينك يا شيخ طب يا اخي هذا لي هذا حد اخ ايش هذا سعد انا جبنا ثلاث مفاتيح بينا ابو جلمبو ودرل جلمبو ودرل بس هذا اللي بينا جلمبو هذا مو ابو جلمبو هذا مو ابو جلمبو جلمبو اللي يفك ال اي ما عرفته ايوه 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 ايو. ابو عجل وين راح واتفق باب يرحم أمك لا يرحم أمك هنا الله نصك هذا حنا نسد حلقك ما نقدر نسد يا خلي يا أخي شباب ما أقدر مقدر شباب مقدر بتفجر انت بتفجر انت الليل مقدر شباب شباب قاعد يلحقني نعم انا ممكن اموت من ثلاثه متكت اذا مت ليش هو سريع مره تسمع معنا أربعة هنا يا عيال مستحيل تزبل منه وراك 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 جاك هو عندنا حاليا عندنا مستحيل اقدر اتخلك من ذا الباب فلا تشيل هم يا اخي راح اركض يا اخي زي جاي يعني راح 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 بس كيب مومينج مان كمان انت وينك قدام هنا شوف المتك قدام كلنا هنا اما والله من كثر ما انا كبست قيمة دخل فيني ديمان دخل معي اصص دبل ريفايف لا والله ما تدري ايوه يا شيخ من اول اديني هذه الميدكيت حقتي وين؟ هات اقعد شوية يا شيخ طيب دقيقة
يا سلام يا شيخ. سكول سكول. يا عيال لازم ننزل تحت، في قبو تحت بننزل لك في اضرب ام الكروبار هنا. جرب. ما ينفع ما ينفع ما في جرب. والله يقول لك رينج يا عمي دورت ما في شيء. طب ننزل ننزل في قبو تحت نجيب فيه كل شيء. قبو تعال تعال سي جي تعال تعال تعال. صح صح في شيء في باب في القبو. في باب الحين انت من بيستلم هنا؟ ايش؟ من بيستلم هنا؟ بيقعد هنا؟ لا هو كلنا بنمشي. كلكم كلكم تعالوا كلكم جاء يا اخي. اما في دور هنا برضه. هنا فتشتوا يا عيال؟ لا يجي يعلق. لا والله فك فك علق وفك صار. الحين مش سعيد تلقى في مستشفى. ايوه مفتاح 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 مفتاح. وريني ايش في شيء. اخذت سويتش سويتش ما سويتش حق المصعد. ايه سويتش فيول فيول هنا كيف اشيله؟ ما ان شاء الله ما ان شاء الله. لا مو ذا الفيول. تا 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 تا. حبيبي حبيبي رشيد الله يسعدك. حبيبي رشيد شو معلق شو السالفة؟ حبيبي قلبي هنا عينك يا فلان يا حمار. اقسم بالله ما قلت تفتح مات زي ذا الغبي فخمان من القرار. اخ 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 افلاك افلاك اعذني.
ساعدك. ساعدها هو راسي جاي. لا بالله قم قم طيب. ارحب يا صاحبي. قم قم. قم الله. والله شغلت الاغنية واخذت عنك ذي. ايه. يلا مشي مشي. سيجي مات. سيجي مات. اهينك. اهينك هذا وش ذا؟ اهينك يا شيخ ادعس على راسك ايش الراس؟ يجي فوق. وين طلعت لي؟ شلون طلعت هنا انت؟ ارحمني الله يرحم. ارحمني يا كلب. اعتقني يا بشر. انت شفتني؟ اوه كلب طلعت! عرفته؟ كان يشد في رجلي. بسم الله يدعى ورطني مشد بزفت. يا راسي اقسم يا راس عبور. أنا أكبر شروط. أهينك أهينك You don't know me I'm the fucking Sonic. سعاد مت يا سعاد. خلاص يجي سعاد صلحنا ترى الليفيتر صلحنا الليفيتر يا سعاد. اجي ساعدك ولا سيجي قاعد ساعدك؟ لا قاعد ساعدك سيجي خلاص. لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف ارجع ارجع يا عيال يا عيال طفي 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 طف
طيب انا اكلت زق مبدئيا. هي ايش اسمع اهينك زين اهينك اهين اجبالت للعرض من قوة عزيمة حسن شغل انت شغل انت شغل ايش اسمه ذاك اسمه كثر اسمه كثر هذا اللي مدين قصة ساكن اللي فيه والله معك متكت لازم نجي متكت سيجي مسك يا حمار انت كسرت توك؟ ايوه على فكره انا دائما قاعد اسوي تصب ليش كيف اساعده سي جي ديدي ايش اسوي له ما معي مدكت كان الخرع عيال
مو انا اللي اخاف. ايش بك يا بابا؟ ليش بك؟ انت توك ما تخاف يا صاحبي. ابغاك انا بس ابغاك. هل صعب اني تاكل؟ ابغى اكل بس. ابشر والله انك تبشر. او انا بس ابغى هل صعب اني اكل؟ ابغى اكل. ارجل زكي هذا ما انت يتكلم بصوتي. اسمع المفتاح مع سيجي. المفتاح مع سيجي. سيجي اسمعني. يبغى ياكل. اسمعني. ايوه سيجي مات. وين مات؟ بريد بس يموت باشر. اخي ما منا فايدة. معك متكت؟ لا. طيب كيف نساعده؟ إذا لقيت قل لي ها وتسحب عنه. الحمار كيف يركض؟ انا اتعس تدري انا غلطان جبتك معي. انا بدي اهينك. انا اللي باكل خرا. انا الوحيد اللي اكل خرا. ابغى مسكت مسكت لازم اساعد واحد منهم ولا بنخسر. مسكت ضروري. اكلي برد. كان كل واحد معه 3000 مسكت بس الترول. ترول ولا خلاه. لازم نروح الدور الثاني. حط قناة فلاقو سي جي يا شباب. سي جي معك متكت. معك متكت. الو.
كفو عليك يا فلاك. يا اخي الاخيره اسمع الاخيره كنت بسحب عن ابو سويحل بس ابو سويحل قاعد يركض جاه والله صدق والله شكرا يا بالله ترى قلت انا عمو ميد اقول له مين بيكلمه فيلم حلو على الاغنيه ايش ودي يا فلاك اي اللعبه علقت حتى شو بدك سلاش يا ولد يا ولد ولد شو سالفة؟ شوف ولد اختي جنبي طيب وش شغل عمو 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 والله باقي له شوي كان يا اخي حرام والله ما باقي شيء تدري يجيب له الكتر ورماه علي كسره يا ولد يا عمي حتى المصعد صلحنا باقي اكسرت عليك بك يا حمار مو الكتر يا عمو باقي الرنج عمو عمو باقي الرنج وخلاص يا فلان والله كثار ذولي صمويتين كبار مستحيل اخلصها ما لك رجع عيش ايش تلذذ تلذذ اسمع حط الصوص كده وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اجراب الحليب فوكس هنجرب اعطيكم راي ها يا صاحبي تقييم ايوه جايز وات ناو بتروحون جراند كيدي هذا قاعد يقيم كريم يا كريم يا رب كأنه مطعمك سبحان الله مطعمك يا رب مطعمك يا كريم يا كريم انت وش ودك تلعب والله ما ادري يا مهير غرزها اي والله غرزها والله غرزها كتشب 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 انا متخاذل ايش اسم المطعم ذا يورز يورز ايه كذا كلمه يورز اي واي او يو ار اس كم الوجبه بودي كام جايبك بطاطس حلو صح يس أعطيها مع التدقيق بجميع الإضافات والصوصات ومدى طبخ الدجاجة وعمق الصامولي مع المكس الملكي بين الصوص الأول والثاني 9.5/10 روح يا الله أكبر سبحان الله كأنه مطعمك هو مطعم فعلا طب الله عشان كذا يسوي كيف تسوي فلوس طلع معها عشان كذا ما يهم البثوث وكذا معه فلوس بس ليش عشان كذا يخرب محتوانا ويقطع رزقنا ويترول والله ما توقعت صراحة يا ولد والله ما توقعت يا ولد عيب عليك يا شيخ شو اسم المطعم يورز طيب ايش رايكم يا عيال روبلوكس محاكي مضيفين الطيارة والله امس لعبتها والله جو عرفية كأني سافرت احس اني كنا سافرت انا عن نفسي لا طيب ليش
فايتات ديمون سلاير. لا ليش؟ اول شيء الجهاز الاول علق، انت زي علق. لا اموري طيبه، مو راح يطلعني من اللعبه. التفور مو قاعد يضغط التفور. طيب محاكي الكفوف، والله في لعبه في بلوكس مش واحل كنت تطقع كفوف كذا باتل رويال كذا كف صار كف يطير، وعرفت تطور الكف حقك يشيل كفين بدل خمسه كفوف بدل الكف الذهبيه. طيب انا بثيت بس ساعات عن نفسي وانا اشوف انك اكتفيت. لا انا وراي بكره ساعات. لا ثلاث ساعات انا بث قبل. كيف ثلاث ساعات؟ انا بثيت ثلاث ساعات خلصت. صدق والله؟ ايه انا عندي بث بكره. بكره بث انت اربع ساعات ساعتين مدري ساعه. لا ثلاث ساعات يا عمي، انا باث قبلك وتوني وصلت ثلاث ساعات وانت بثيت بعدي بساعه. انت طيب. بساعتين. طيب الحين راح نشوف. لا تخلوني لحالي كذا يا عيال. اقول لك خمس يوم سحب سحب صعب. ما هي بسحبه، انا قلت لكم بث 24 ساعه بكره. بس دقيقه بتاكد انا خلصت ثلاث ساعات صح؟ انا حرفيا يلا يا فلاق والله انا اثق فيك، انت افضل دوله بسويحل، انت المعزز، انت الافضل. وشو متعزز يا بسويحل؟ لا قطع بثي مرتين، ساعتين و45 دقيقه. متعزز يا بسويحل بكره بس ساعه. ليتس فاكين جو برو. انت كلكم انت ايش تسوي 24 ساعه يا حبيبي؟ ايش كلكم تجون بث 24 ساعه يا عمي؟ انا بكره وراي نادي. أما نادي بعد دقيقة بس وراك نادي؟ نادي؟ أي وراي نادي؟ أعوذ بالله يا ولد. الله يعينك الله يعينك ما أقدر. ذاكر ذاكر زين. الشفاء العضلي يتطلب نوم 8 ساعات. I can't guys. I can't. I'm building. I'm body building. والله تبتجي تعال. يا عمي تقرب وعشي body building. أنت الحين بتكمل بثك ولا شرعك؟ اذا بتشتري للهرمونات على حسابك انت ما عندي مشكله. تدفع بالهرمونات. هرمونات انت تستخدم تستخدم بار؟ لا صدقني سليم كيور. نظرات اليمين هذه لا الله يشهدك، هذه بتعبي وبدون هرمونات. بتكمل انت بثك؟ انا والله سوالف قليله كذا واقفل صراحه، بعدين اوفلاك بيبث. فلاق بتبث؟ ايوه ببث ان شاء الله. بتبث فلاق صح؟ شاطر كفو بيلعب بس فلاق عشان نودي كريت ورنا خلاص بس فلاق. يلا سفاري تعال خش، بنخش على تشوف عنده فلاق بدك بوجهك هناك. اخواني بالله اللي في البث خلينا ننشر سيفر الجدية. تعرفون سيفر يا اخو سي جي وش افضل انمي بالنسبه لك حاليا؟ بالله يا اخوان والله ما ادري اللي ما خش الدس يدخل سيفري. شكرا. والله في كثير صراحه. تجي انشر انشر سيفري عندك. ايش تعطيني اونر؟ ايوه شكرا. مريم بالله انسخي رابط السيفر القديه وانشره هنا عندي، خلينا نساعد الشباب فلاق اخلص فك وينجحون باذن الله. طيب يا اخوان يعطيكم العافيه. يا ليت استمتعتوا الساعتين وخمسة واربعين دقيقة تقريبا لو كانت قليل، اتمنى على الاقل ان ضحكناكم لو شوي. بغيت ابث اليوم ما ودي اقطع، ودي اسولف معاكم، لكن بكرة بثنا 24 ساعة اعوضكم على الايام اللي قطعنا فيها واللي تأخرنا فيها. بنوديكم عنده فلاق نكمل عنده دائما استمتع ساها دوم، وان شاء الله ان يكون عند حسن ظنكم دائما، وان شاء الله اني اسعدكم ولو بالقليل. شكرا ما تنظر في سوا ان شاء الله. نشوفكم بكره 24 ساعه. مطلوب من كل شخص انه يجي بكره. فض نفسك، خليك فاضي، خليك شاغر، بنسوي كل شيء بكره وابغاكم تكون موجودين. مطلوب منكم تتواجدون ان شاء الله، باذن الله انكم تتواجدون يعني ما يحتاج اوصي. تمام يا حبايب. الساعه كم؟ تبون ايش رايكم نبدا على 10 كذا 10 10 10 9 او تبون 12 او تبون ما ادري. قبل طب اسمعوا خذوا هذه، متى ما قمت اكلت بثيت، ما ادري متى الوقت لكن بحاول قدر المستطاع ان يكون بدري، مو
مباشرة أكلت بثيت كم؟ عشان ما وعدكم بوقت واخفل وبعلمكم بتويتر وسناب لما جاء تويتر وسناب يجي يعطيكم العافية جميعا نشوفكم إن شاء الله في الثالث آخر أتمنى لكم استمتعتوا وديكم عنده فلاق بنكمل عند السارة و نعم أصبر الله يا حبايب الله يوفقكم.